السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله شرح فيديوهات البابليك ادرس سيستم، وهنتكلم النهارده عن الديستريبيوشن، وهنعرف ازاي نعمل ديستريبيوشن للسيستم دوت زي ما اتعلمنا ازاي نعمل ديستريبيوشن للفاير الارم سيستم. قبل ما نتعلم ازاي نعمل ديستريبيوشن، في كام معلومه كده محتاجين نعرفهم. الاول كنا اتكلمنا قبل كده عن ال SPL، وعرفنا ان هو اختصار ل ساوند بريشر ليفل، يعني مستوى شدة الصوت. خلونا نعرف بقى الرينج بتاعه بيكون ما بين كام وكام. الرينج بتاعه بيكون ما بين 0 دي بي لحد 120 دي بي. الزيرو ديسيبل دوت هو الثري شولد اوف هيرنج، يعني مستوى السمع بالنسبة للبني آدم. المية وعشرين دي بي threshold of pain دوت مستوى التعذيب للأذن بتاعت حضرتك، يعني لو في صوت جنبك بمية وعشرين دي بي، الصوت دوت هيبقى شديد جدا على ودن حضرتك، وممكن الودن تنزف لو ما استحملتش الصوت بالشدة دي. عشان نحس أكتر ونعرف يعني إيه دي بي، ناخد مثال بسيط. بيقولك إن الصابوي ترين وهو داخل المحطة ممكن يجنريت 90 دي بي، وطبعا لو احنا واقفين في محطة قطار أو محطة مترو، والمترو داخل المحطة بيعمل صوت شديد جدا، لو انت واقف بتكلم حد جنبك مش هتسمعه من شدة الصوت. طيب بالنسبة لمستوى صوت الإنسان بيكون كام دي بي؟ قالك الأفرج بتاع صوت الإنسان بيكون حوالي 70 دي بي، بيزيد شوية أو يقل شوية على حسب الشخص اللي بيتكلم وعلى حسب شدة الصوت بتاعته. تعالوا بقى نتعلم ازاي نعمل ديزاين للبابليك ادرس سيستم. زي ما قلنا في نظام الفاير الارم، ان اول خطوة بعملها هي بعمل زونينج للمشروع اللي عندي. طيب بعمل زونينج على اساس ايه؟ برضو كنا قلنا ان انا بيجيلي اللايف سيفتي بلان بتاعت المعماري، وديت لو موجودة أنا بقسم الزونات لسيستم الفاير ألارم، وبقسم برضو نفس الزونات لسيستم البابليك أدرس. بيجيلي من المعماري بتاع المشروع اللايف سيفتي بلان، بيكون مقسم المشروع لزونات زي الألوان اللي في الصورة ديت، كل لون بيدل على زونة معينة. بالتالي انا هبدأ اوزع السماعات اللي عندي على الزونات ديت، واكيد بدل عندي اكتر من زون يبقى انا هستخدم مادريكس، يبقى كل سماعات خاصة بزون معينة هتتحط على اوتبوت بتاع الماتريكس. لكن انا لو عندي المشروع صغير عبارة عن زون واحدة، فبالتالي انا ما عنديش مشكلة هوزع السماعات على حسب المسافات اللي احنا هنقولها بعد شوية، واوصلهم كلهم على الخارج بتاع الميكسر، وأذيع نفس الرسالة في المشروع كله. طيب نفترض إن أنا ما عنديش اللايف سيفتي بلان بتاعة المعمارة دي، ما عنديش تقسيمة الزونات ديت. في الحالة ديت أنا ممكن أقسم زونات على مزاجي، بس طبعا في المشاريع الكبيرة بيكون في اللايف سيفتي بلان، ولازم إن أنا ألتزم بيها عشان لما يحصل فاير في أي وقت هبدأ إن أنا أذيع رسالة إخلاء أو رسالة تحذير للناس اللي في المكان في الزونة اللي هي فيها مشكلة بس، وأعمل لها إخلاء. وكمان أنا لو عندي اللايف سيفتي بلان هقسم الزونات على أساسها، فلما يحصل فاير هيبقى عندي كنترول مديول، واحد متوصل على الفلاشر وواحد متوصل على السرينة، عشان وأنا بذيع رسالة الإخلاء هخلي الكنترول مديول اللي متوصل على السراين يفصل عشان الناس تسمع رسالة الإخلاء، وهسيب الفلاشر شغال عشان الناس تسمع الرسالة وتشوف الفلاشر، فبالتالي تعرف إن في خطر وتهرب من المكان. يبقى أنا كده قدرت أربط الفاير ألارم مع البابليك أدرس في حالة الحريق. وزي ما قلنا إن أنا لو ما عنديش اللايف سيفتي بلان انا هقسم زونات على مزاجي،
وممكن أحط المشروع بالكامل على زونة واحدة، بس دوت مش مستحب لكذا سبب. أهم سبب فيهم إن أنا لو عندي زونة واحدة بالتالي كل السماعات هتكون متوصلة على أمبليفاير واحد أو على كذا أمبليفاير متوصلين بارلل مع بعض، فلو الأمبليفاير دوت وقع السيستم كله هيقع. عشان كده يفضل إن يبقى عندي أكتر من زون في المشروع. طيب كده أنا عرفت هقسم المشروع لزونات إزاي. بعد ما قسمت لزونات هبدأ إن أنا أوزع السماعات في كل زونة، ولازم بعد ما أوزع السماعات ما يبقاش الصوت في منطقة كويس وفي منطقة تاني الصوت عالي، عشان لو حد في المنطقة ديت وأنا بذيع رسالة إخلاء الصوت مش هيبقى واضح بالنسبة له، فبالتالي هيحصل له كونفليكت ومش هيهرب من المكان، أو مش هيعرف الكلام اللي بيتقال دوت تحذير إن هو يهرب من المكان ولا كلام عادي. عشان كده وأنا بوزع السماعات لازم مستوى الصوت يكون هوموجينيوس في المكان كله. لو أنا واقف في أي حتة في الزونة ديت أو في المشروع عامة لازم أسمع نفس شدة الصوت تقريبا. هنفترض إن ديت هي السماعات المثلث الأزرق الصغير دوت، لازم أعمل أوفرلاب بين السماعات عشان أحقق إن مستوى الصوت في الزونة كلها أو في المشروع كله يكون هوموجينيوس بالشكل دوت. لو واقف في أي حتة في المشروع أسمع نفس شدة الصوت. طيب تعالوا نشوف بقى المسافات بين السماعات بتكون إزاي. بالنسبة للسماعات السيلينج واللي بتكون مستخدمة في أغلب المشاريع الكبيرة، المسافة بين السماعتين تكون ما بين من 5 لـ 6 متر عشان أعمل أوفرلاب بين السماعات وعشان أعمل هوموجينيوس للصوت في المكان كله. المسافة دي طبعا مش ثابتة وبتكون موجودة في الكتالوج بتاع السماعة اللي أنا هستخدمها في المشروع، بس غالبا بيكون ما بين 5 لـ 6 متر دوت على ارتفاع 3 متر للسقف، الارتفاع الأشهر في معظم المشاريع. طيب بالنسبة للسماعة الول، قالك في حالة الول سبيكر كل 1 وات للسماعة بيغطي مسافة 1 متر في كل الاتجاهات. يعني لو عندي سماعة 10 وات هقدر إن أنا أغطي مسافة 10 متر في كل الاتجاهات، يعني يعتبر السماعة دي سنتر الدايرة نص قطرها 10 متر. كده احنا اتكلمنا عن الديستريبيوشن بتاع البابليك ادرس، وان شاء الله لما نيجي نتكلم على التيبس اند تريكس هنفتح بعض الكتالوجات ونشوف ازاي بنختار السماعة ونشوف السبيسيفيكيشن بتاعت السماعة بتكون عبارة عن ايه، وهنفهم اكتر الدي بي بعرفه ازاي بالنسبة للمكان، وبجيب سماعة بتطلع دي بي قد ايه على حسب المكان دوت. شكرا.